لكن خلينا نبتدي بالملف اللي زي ما قلنا الأخطر، البطالة. بنتكلم في رقم كبير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت إشكالية. بنقول إحنا عندنا بطالة عالية، وفي نفس الوقت أصحاب الأعمال بيقولوا إحنا مش لاقيين حد يشتغل. الإشكالية دي نحلها إزاي؟ طبعا هو لما نتكلم، احنا مش هنتكلم بقى على ملفات، احنا بنتكلم على تحديات. بالتأكيد احنا عندنا تحديات. البطالة ده من اكبر التحديات. يمكن السنة اللي فاتت ابتدينا في 2016 ب 12.77%، على 30/6/2016 كنا وصلنا الى 12.6، مع نهاية السنة 2016 وصلنا ل 12.4، مع 31 مارس 2017 وصلنا ل 12، ومفروض التقرير الجديد ان شاء الله برضو فيه انخفاض عن ال 12 ان شاء الله. فطبعا زي ما حضرتك قلتي، لما يكون احنا بعاد كل البعد عن المعدلات العالمية، وان كانت هي مشكلة مش مشكلة محلية فقط، لا، مشكلة بتمر فيها كل الدول العربية، مشكلة بتمر فيها الكثير من الدول العالمية، لأن النهاردة أصبحت مشكلة دولية، والنهاردة بقى في مؤتمرات مخصصة لمعالجة هذه المشكلة. إحنا لازم، يمكن حضرتك قلت في كلامك كلمة رائعة، أصحاب الأعمال بيقولوا إحنا مش لاقيين عمال، والعمال بيقولوا إحنا مش لاقيين شغل. المعادلة دي محتاجة أو تؤكد على إن في شيء أو حلقة مفقودة بين الطرفين. الحلقة المفقودة دي مش هتتأتى من فراغ، هتتأتى من وجود قانون عمل يبتدي يشجع أولا على الاستثمار عشان يبقى عندي كم معين، يبتدي يدي ظروف وبيئة عمل ملائمة عشان العامل يبتدي ينجذب للعمل في القطاع الخاص، ما يبعدش عنه. ما تبقيش انت بتقولي له النهارده تعالى اشتغل معايا في القطاع الخاص، ويقول لك لا انا عايز اشتغل في الحكومه ب 400 جنيه. يعني بالزبط. يعني هو عارف ان هو هيروح الحكومه هيشتغل ب 400 جنيه، لكن هو عنده رؤيه معينه. اولا هو متخوف، هو الحكومه هتعمل ايه؟ هتامن عليه. يعني بعد ما هيجي يطلع معاش 60 سنه في معاش، هو ده ضمنه. فهو عنده اعتقاد ما زال قائم حتى الآن أن القطاع الخاص لا يؤمن عليه.